نشاط هو اسمه بايك تو ورك او دراجه على الشغل. عم نجرب نحمس العالم قد ما فينا انه يستعملوا بيسيكلات بدل السياره تروحوا على شغلهم. ولهالهدف كل شيء في محلات بيسيكلاتات ببيروت عم تعطي اجار بيسيكلات ببلاش. العالم بلشوا ياخذوا بيسيكلاتاتهم من امبارح او اليوم الصبح وبيقدروا يرجعوها لبكره من المحلات. والعالم يلي جايين من برات بيروت حطينا ثلاث مواقف سيارات كبيرة على مداخل بيروت من الشمال من الجنوب ومن الشرق. العالم بيجوا بيصفوا للقول جايين من البترون من طرابلس بيصفوا بهيدا الباركينج بياخذوا بيسيكلات من الكاميون بيروحوا فيها على شغلهم وعشية برجعوها. بيسيكلات هي شغلة كتير بسيطة بتحل مشاكل كتير معقدة. يعني في عندك التلوث، العجقة، الضجة، الستريس، المصروف، الرياضة، البيئة، يعني كل شيء فيها كل هول الأشياء كلهم بيسيكلات بتحل هول المشاكل. أكيد كرمال العجقة هي نمبر ون، يعني تاني شيء كرمال الانفايرمنت أكيد يعني مع كل التلوث. بس أكيد بفضل كل يوم أجي على البيسكليت، بس يعني الطرقات أبداً منا مجهزة، يعني يمكن بالجبال شوي مجهزة بس هون أبداً. العقلية بعدها منا موجودة، فلازم نشجع على الأهمية ويعني الأهمية ركب البيسكليتات. وتاني شيء لازم يكون في ممر يعني للبسيكلات. وتالت شيء اكيد نحن هلا ما عندنا يعني قانون مطبق كثير للسيارات، مش هيك؟ فلازم نبلش نطبق قوانين السيارات بعدين نصير نطبق قوانين للبسيكلات حتى عن جد نصير نحن part of the society.